السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم فيديو تاريخي في القناة بحكم أننا اليوم وصلنا إلى أزيد من 100,000 مشترك. الآن ترون في القناة أنه وصلنا فقط إلى أزيد من 98,000، ولكن أنا الآن سأنشر الفيديو عند بلوغ 100,000 مشترك. لذلك مبروك لكل شعب بريزما للمعلوميات، مبروك لمحبي القناة ولكل من يدعمها في السراء والضراء. إذن إن شاء الله في هذا الفيديو سنقسمه إلى 3 أقسام. القسم الأول أو الجزء الأول سيكون فيه شرح لطريقة تشغيل انترنت مجانا على هواتفكم بطبيعة الحال، غير الطريقة التي كنا قد تطرقنا لها من قبل. كذلك القسم الثاني سيكون فيه يعني جوائز ومسابقة بها 10 منتوجات أو 10 جوائز، أضخم مسابقة في القناة. الجزء الثالث من الدرس سيكون به يعني تحفيز لكل من يريد البدء في هذا المجال، وكذلك مجالات أخرى والإحباطات التي أصبت بها. كذلك جولة في المكتب الخاص بي، لأنه آخر فيديو في المكتب الخاص بي قبل أن نقوم بتغيير المكتب وكل شيء بطبيعة الحال بعد 100,000 مشترك. كذلك نقطة مهمة جدا، سأغيب عن القناة لمدة 2 إلى 3 أسابيع، لا أعلم بالضبط، ولكن 2 إلى 3 أسابيع بعد 100,000 مشترك. إذن أترككم مع هذا الشرح أولا، ثم نعود بعد ذلك للقسم الثاني أو الجزء الثاني والثالث في الفيديو. لا تنسى النقر على الزر لايك، أريد أكبر عدد من اللايكات لهذا الفيديو إن شاء الله. نريد أزيد من 10,000 لايك لهذا الفيديو وسنصلها بإذن الله. إذن فرجة ممتعة للجميع وحياكم الله. مرحبا بك عزيزي، كما لا يخفى عليك فقد تطرقنا إلى طريقتين للاستفادة من الانترنت مجانا على الهاتف الخاص بك، والطريقة الثانية في القناة حيث تعرفنا من خلالها على طريقة الاستفادة من الفيسبوك مجانا والواتساب على الهاتف الخاص بك. إن شاء الله تعالى في هذا الشرح سنتعرف على طريقة الاستفادة من الانترنت مجانا على الهاتف الخاص بك. سنقوم بتفعيل يعني بيانات الهاتف، ثم نقوم بالدخول مثلا إلى الواتساب لترى بأم عينك أنه لا يوجد هنالك انترنت. سأرسل مثلا رسالة إلى صديقي عبد الصمد، كما تلاحظ سأرسلت الرسالة، فسيظهر هنا هذا التوقيت الذي حيث أنه لا يتم إرسال الرسالة بطبيعة الحال، يعني عليك الانتظار لأنه لا يوجد انترنت. لتأكد أكثر يمكننا الدخول إلى ماسنجر كذلك، وسنقوم ب يعني الدخول والضغط هنا، لن يتم إرسال الرسالة كما تلاحظ هنا بهذا يعني الشكل، لا يتم إرسال رسالة لأن لا تظهر علامة الصح حيث تم إرسال رسالة. كذلك يمكننا الدخول إلى يعني كروم وتجربة أي موقع كيفما كان، مثلا يوتيوب، لاحظ بأم عينك أنه 3G مفعل في الأعلى ولكن الانترنت غير شغالة، لاحظ بشكل جيد. إذن الآن طريقة بسيطة للغاية صديقي العزيز، كل ما عليك سوى بتحميل هذين التطبيقين، التطبيق الأول الذي هو صيني والتطبيق الثاني الذي هو أوبيراميني، الرابط في وصف الفيديو. كل ما عليك سوى بالدخول إلى التطبيق الأول. هذا التطبيق يحتاج في الأول عند للدخول إلى السيرفرات التي سنتصل بها مجانا يحتاج انترنت، لذلك سنقوم هنا بإغلاق 3G أو فقط في الخطوة الأولى، لن تحتاجها دائما، فقط في الخطوة الأولى تتصل بواي فاي يعني يعني مقهى واي فاي أو تتصل بواي فاي صديقك أو ما شابه. تقوم فقط هنا بالتعليم على هذا الخيار ثم الضغط على كونفيرم. يجب أن يكون هنالك واي فاي حتى يعطيك قائمة السيرفرات، مهم جدا يا صديقي العزيز. فقط عندما سنحصل على هذه القائمة الخاصة بالسيرفرات مباشرة يعني سنقوم بإغلاق الواي فاي وتفعيل 3G كما تلاحظ بأم يعني. إذن هذه السيرفرات التي بالأخضر فهي شغالة، والتي هي بالأحمر فهي ثقيلة وغير شغالة بطبيعة الحال. إذن سنقوم باختيار سيرفر معين، مثلا هذا السيرفر، ثم نقوم بالضغط على هذا الخيار، ثم تنتظر هنا يقول لك كونكتينج، ثم يعني تمت العملية، يعني ستتم العملية بنجاح، كونكتينج سكسي يعني تمت العملية بنجاح. الآن سنقوم بإغلاق يعني الواي فاي ثم تشغيل 3G، ولاحظ بأم عينك أنني سأرسل يعني رسالة في الواتساب إلى صديقي عبد الصمد، لاحظ أنه تم يعني وضع زر هنا لأنه غير متصل، لو كان يعني غير شغال ستظهر تلك الدائرة التي فيها كأنها ساعة كما تلاحظ بأم عينك. يمكننا كذلك إرسال رسالة إلى هذا الشخص وأعتذر منه من هذا المنبر لأنه سيظن أنني أصبت بمرض أو أي شيء. إذن بعد قليل سيتم إرسال هذه الرسالة، سنعود لها لأن السيرفر يكون في بعض الأحيان ثقيل، ولكن كل شيء تمام، عندما سأتلقى رسالة ستصلني بطبيعة الحال. إذن سنعود ونقوم بالدخول إلى أوبيراميني كما تلاحظ، ونقوم بالدخول إلى جوجل، فستتم العملية بنجاح أمام عيونك صديقي كما تلاحظون، ويمكننا البحث على أي شيء مثلا بريزما، ثم الضغط على علي،
ثم كما طرحت في الشريط والنبي الأعلى يتم تحميل الصفحة للبحث على قناة ومدونة بريزما للمعلومات. في بعض الأحيان السيرفر تكون ثقيلة، لذلك يرجى التغيير من سيرفر إلى آخر لكي تجد سيرفر شغال 100% كما طرحت أخي الكريم. دعنا نعود بعد قليل إلى هذا، سنجد أن الرسالة تم إرسالها ببساطة هنا، يعني سنقوم بإرسال رسالة جديدة. في بعض الأحيان السيرفرات يعني تكون ثقيلة كما تلاحظ الآن السيرفر ثقيل، لكن عندما أقوم بإغلاق يعني 3G وتشغيله يتم تحديد السيرفر مرة أخرى وسيتم إرسال الرسالة كما تلاحظ هنا بالأسفل. لن فقط سيرفر ثقيل في بعض الأحيان، أما هو شغال 100%، يجب فقط أن تبحث عن سيرفر بالأخضر شغال 100% كما تلاحظ أخي الكريم. تم إرسال الرسالة هنا في الأسفل، وعندما سنعود إلى أوبيرا ميني كذلك سنجد أن يعني بحثنا على بريزما المعلومات وكل شيء تمام. إذن الأنترنت شغالة 100%. لا تنسى نقرأ على لايك 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 للفيديو، نريد 10,000 لايك لهذا الفيديو. بالتوفيق للجميع، وقم بنشر الفيديو مع أصدقائك. السلام عليكم. مرحبا بك مجددا في الشطر أو القسم الثاني من الفيديو الخاص بنا والذي ينتظر الجميع، أضخم مسابقة بقناة بريزما للمعلومات للفوز بعشر جوائز إلكترونية، من بينها كاميرات رياضية تصور تحت الماء، من بينها كذلك ساعات ذكية ولوحات مفاتيح وكذلك فأرة الحاسوب وما إلى ذلك. كلما ارتفعت درجة يعني فوزك أو الرتبة الخاصة بك كلما كانت الجائزة رائعة بطبيعة الحال. إذن الآن سننتقل إلى شروط المشاركة في المسابقة، من فضلك التزم بالشروط كلها، يعني إذا لم تلتزم بالشروط كلها الجائزة ستفقدها بطبيعة الحال. إذن الشروط الآن سنقدمها لك من خلال الديسكتوب في كامتازيا استوديو، بالتوفيق للجميع إن شاء الله. إذن بالنسبة للشروط فهي بسيطة جدا وهي أربعة. الشرط الأول أن تقوم بالنقر على لايك للفيديو أعجبني. الشرط الثاني هو أن تقوم بالنقر على الاشتراك للقناة إذا لم تكن مشترك، ثم تقوم بالضغط على خاصية الجرس لتتوصل بآخر مسجلاتنا. بالنسبة للشرط الثالث هو أن تضع كلمة تحفيزية في السطر الأول واسمك ونسبك هنا في السطر الثاني، وليس مهم جدا هنا الإيميل مهم جدا للتواصل معك، وهنا الدولة، ثم تقوم بالنقر على تعليق. ليس مهم أن تضعها باللغة العربية فقط، بأي لغة، المهم أن تكون المعلومات صحيحة، ثم تقوم بالضغط على تعليق. إذن هنا أنهيت ثلاث أمور، لكن بقي لك الشرط الأخير الذي هو أن تقوم بنسخ رابط الفيديو ثم تتجه إلى الفيسبوك ثم تضغط على بيست هنا، ثم بعد ذلك تقوم بالنقر على بيولي يعني نشر، تقوم بنشري على الفيسبوك. وبهذا قد أنهيت الشروط الأربعة. إذن لايك للفيديو، اشتراك في القناة، وضع تعليق هنا في أسفل الفيديو، ثم تقوم بنشر الفيديو على الفيسبوك الخاص بك بطبيعة الحال. حظ أوفر للجميع إن شاء الله و وافقين بإذن الله. آخر فقرة في الفيديو، أريد فقط أن أوجه الشكر جزيل، شكرا 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 جزيل الشكر لكل من دعمني منذ البداية وما زال يدعمني، ولو بلايك ولو بتعليق في الأسفل والذي يجعلنا نرتقي إلى ما هو أحسن. وشكرا لكل من انتقدني نقدا بناء من أجل أن أطور في المستوى الخاص بي، لأنه بالانتقاد البناء الخاص بك فأنت ساهمت لا محالة في الرقي بالمحتوى الخاص بقناة بريزما، فشكرا لك من هذا المنبر. شكرا لك إن حفزتني يوما وجعلتني يعني أريد أن أقدم الأفضل والأحسن في القناة. شكرا لك إن ضغطت لايك للفيديو الخاص بي لكي تحفزني من أجل أن أقدم الأفضل. كذلك شكرا لك حتى إن لم أعجبك الفيديو غادرت ولم تضع ديزلايك لأنك احترمت مجهود الخاص بي. والله شكرا لكم جميعا وجزيل الشكر على الدعم الخاص بكم، وأحبكم في الله وأتمنى لكم جميعا التوفيق والسداد إن شاء الله. بالنسبة يعني الحقيقة التي لا يعرفها الأغلبية هو أنه أنا كانت لدي قناة بريزما القديمة التي بها أزيد من 40,000 مشترك، واشتغلت فيها من 2012 والمجهود الكبير الذي بذلته، ومع ذلك عندما وصلت القناة إلى عدد كبير من المشتركين وقع لي بها مشكل وأتتني العديد من الإبلاغات، وبالتالي يعني استسلمت في تلك اللحظة. لم أستسلم بشكل كبير، ولكن يعني تحطمت كما كنقولوا، يعني ما عمرك تفشل الاخويا الزين، ما عمرك تحبط راسك، ما عمرك تقول انا ما ندير والو، وما عمرك تيأس. كاينين بعض الاشخاص يعني كيوقعوا لهم مشاكل، يعني 600 مشترك وكتسد لي راسك وكيفشل، فما شفتش اخويا انا اكثر من 40,000 مشترك ومع ذلك ديك الخدمه كامله وديك التمارين، وانتم عارفين انه ما جات التقنيه ما فيش الدعم،
وعاود اطازر الحمد لله الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى من الدرجه الاولى وبرضات الوالدين وبالدعم ديالكم بطبيعه الحال. فاستطعنا اننا يعني نعاودوا ازيرو بهذه القناه ونتقاتلوا باش اننا نطلعوا لهذا العدد اللي هو 100,000 مشترك وتجاوزنا العدد يعني العدد ديال القناه القادمه. لذلك لا تيأس لان الله معك يا صديقي ومع العسر يسرى بطبيعه الحال. الله سبحانه وتعالى قسم في الكتاب ديالو العزيز انه بعد العسر غادي يجي اليسر ان شاء الله. لذلك بعد العسر ديال القناه الاولى جاني اليسر الحمد لله. احسن قناه تقنيه في المغرب, القناه الان غادي تفيديفا عند يوتيوب, يعني اشياء اللي ما كانت حلم فقط وكانت كتبان ليا صعبه صعبه الا اقل مستحيل. هذا البيرو فاش نريح انا دابا كان كيبان ليا صعيب صعيب بزاف. لذلك كنقول لك ما تستسلمش اخويا, ما توقفش, غادي تطيح بزاف وغادي تطيح بزاف وغادي تطيح بزاف لانك غادي في الجبل لانك طالع داكشي علاش كطيح. كل ما كنتيش طالع وغادي مزيان ما غاديش تطيح. لذلك كمل في الطريق, الله يسهل عليك الله يكمل عليك, ما توقفش ما تيأس. بالتوفيق للجميع ان شاء الله وبيغ اب ليك, ولا شيء مستحيل امام الاراده, وكن عصاميا او موت وانت تحاول. الان خليكم مع جوله, ما تنساوش تفرقوا لي هذا الفيديو باللايك. بالتوفيق للجميع وان شاء الله القادم غادي يكون اجمل باذن الله. تمسك باحلامك. اذا هذا هو المكتب الخاص بي الذي ساغادره. اذا هذه اخر حلقه وهذا اخر فيديو في هذا المكتب. هاتي مكتبه صغيره اضع فيها بعض الامور التي هي مهمه في حياتي بالنسبه للتقنيه وبعض الامور التي ازين بها المكتب الخاص بي. هنا ستجد المحفظه الخاصه بكاميرا كانون, وكذلك ستجد محفظه صغيره اضع فيها بعض الحديث. هذه صندلتي. إذن هنا يعني الميكروفون الذي استعمله الذي هو بي ام 700 مع حامل خاص به. هنا كذلك نجد الهاتف ونجد يعني تابلت ومكبر صوت. لدينا هاتف قديم ولدينا كذلك يعني فارة الحاسوب وكأس في بريزما للمعلومات, ولدينا بعض الأمور التي أضعها هنا مثل يعني الموديم وبعض الأمور الأخرى. ولدينا هنا يعني تي في بوكس مع مصباح مكتبي وشاشة الحاسوب, وهنا الشاشة التي تظهر دائما في الفيديوهات. ونجد هنا بلاي ستيشن 3 مع يعني الكاميرا الواحدة مع المايك الخاصة به. ثم هنا نجد يعني الريموت كنترول الخاصة بالتلفاز, وهنا نجد بعض الأمور التي ليست مهمة مثل مكبرات الصوت القديمة ومثل بعض الأمور التي لن احتاجها بطبيعة الحال, الروائح وما الى ذلك. هنا حاسوب قديم جدا بلانتين 4. هنا نجد بعض الاشياء التي غير مهمة. هنا اجد يعني الاضاءة التي قلت باقتنائها, السوفت بوكس وما الى ذلك. وهنا مكان النوم بطبيعة الحال مريح جدا. وهنا اجد اضع كل ما يخص يعني المنتجات التي اتوصل بها وما الى ذلك, كل الامور التي اقتنيها من اجل القناه وما الى ذلك اخي الكريم. وهنا يعني تجد يعني دائما يجب ان تواظب على صلاتك حتى يسهل الله امورك. وهنا تريبي الخاص بي, لاحظ لاحظ جيدا معاناه اليوتيوبرز لمن يقول اننا نربح الاف الدولارات. ما زلت اعقد بخيط. اذا هنا كما تلاحظ يعني هنا كرسي, اذا كان يصور في شخص يعني وراء الكاميرا فيجلس على هذا الكرسي, وهذا هو الكرسي الذي كنت استعمله والذي ساغيره. هو كرسي جميل جدا, عندما تضغط على هذا فهو ينزل الى الاسفل كما تلاحظ. لا اعلم الان لا يريد الاشعال كما تلاحظ, فهذا هو الكرسي الذي استعمله. إذن ببساطة هو هذا المكتب وسنقوم بمغادرته قريبا في الأسواق. كما تلاحظ ببساطة يعني البساطة وكل شيء. يعني هنا أقوم بوضع الملابس الخاصة ببعض الملابس التي هي مهمة غير مهمة بطبيعة الحال. إذن هذا هو الهاتف الخاص بي, وهذا هي لوحة المفاتيح كما تلاحظون. وهنا أجد بعض البطاقات المصرفية وبعض الأمور كذلك مهمة. وهنا نجد بعض الكيبلات, وهنا ستجدون بعض الأوراق الإدارية وبعض الأوراق المهمة. إذن هذا هو المكتب الخاص بي ببساطة كما تلاحظون أحبتي في الله, والذي قلت أنني سأغادره لن أغادره, فقط سأغير المكتب بطبيعة الحال. ببساطة هذا هو المكتب الخاص بي بطبيعة الحال كما تلاحظون أحبتي في الله. إذا لا تنسى النقر على زر لايك. إذا نراك بعد العطلة إن شاء الله بعد أسبوعين إلى 3 أسابيع سنلتقي في حلة جديدة وفي حلقات رائعة وشيقة. لا تبقى علينا بالنقر على زر لايك وزيارة صفحتنا وقناتنا ومدونتنا كذلك. إلى ذلك الحين إلى زعما من بعد أسبوعين غادي نلتقي إن شاء الله ونشوفكم إن شاء الله. وبيس لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
We'll be right back.